امرأة ترفض أن تدخل القبر تماما، وبعد معجزات بفضل الله عز وجل تم دخولها إلى القبر، ولكن ابنها جاء إلى بعض المشايخ اللي كانوا موجودين في الجنازة أو أثناء الدفن، تحايل على بعض المشايخ لكي يكشف وجهها ويوضحها، ولكن حدث فعل صدم الجميع عند كشفه لوجه أمه. صرخ صرخة يسمعها الجنينة في بطن أمه. إيه قصة هذه المرأة وإيه اللي بيحصل وإيه اللي عملته والمشكلة اللي احنا بنعمله كتير مننا بيعمله؟ ابقوا معنا، فاصل ونواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قصة من أغرب القصص اللي ممكن حضرتك تسمعها في حياتك، قصة أكشر وأكبر المغسلين اللي في السعودية. بيحكي المغسل اللي في السعودية، بيقول اتصلوا بي عشان أأتي لهم بمغسلة تغسل واحدة ست. فجاب المغسلة وغسلوها، وبدأوا يغسلوها زي أي ست عادية. فجت المغسلة قالت لهم يا جماعة، اللي عايز بقى يجي يشوف أمه يبدأ يودعها وكده اتفضل. والموضوع ماشي عادي خالص، مفيش أي مشكلة ومفيش أي حاجة، والناس ودعوها وبدأوا يودعوها، ودي تيجي تبص عليها ودي تيجي تبص عليها، الناس اللي هم أولادها يعني. وحملوها على عربية عشان يدفنوها. بيدفنوا هناك في لحد، حاجة اسمها لحد في السعودية. في مصر أغلبيتنا تراب، ما عدا مطروح بتدفن في لحد وكده. اللحد ده بتبقى عبارة عن حوالي 2 متر طول في 50 سنتي عرض، وبيحط الميت فيها وبيدفنه بالتراب، تمام؟ زي ما سيدنا النبي يعني كان بيدفنوا على ايام سيدنا النبي. المهم القصة، جت الست جت العربية أخذت الست، وعشان الست تيجي عند القبر وتخش القبر مستحيل. يعني هي فضلت ماشية عادي خالص، طبيب بتاعها ماشي عادي، تيجي تخش عند القبر مستحيل تخش. طيب الشيخ بيقول 20 بيقسم بالله 20 واحد يزقوا فيها عشان تخش، مش عارفين يحركوها، وهي اصلا رهيفه خالص ورفيعه اساسا وضعيفه وست كبيره، مستحيل. فجي واحد قال له اقرا يا شيخ عليها. قال له يا اخي لا يجوز ان انا اقرا عليها، ولا ينتفع الميت بالقراءة. قال له انا ما قلتلكش اقرأ عليها على قرآن، اقرأ لك ما تيسر، اللي انت حافظه قوله، لان الحالة دي يعني احنا مش عارفين الحل ايه يعني. فالشيخ قال لك انا لازم اسمع كلام الناس، يعني اي حد لازم اسمع له في الوقت اللي زي ده، لانه بيسألوني مش عايز تخش القبر اللي انا مش عارف اجاوب. وده اكبر مغسل وتقريبا من اكبر الشيوخ اللي موجودين في السعودية. فبدأ يقرأ، وبفضل الله عز وجل بدأت الست تتحرك. المهم جه خدها مين؟ ابنها واخواتها الاثنين، خدوها حملوها على ايديهم وبداوا ايه يدخلوها. وفجأة ايه اللي حصل؟ تنزل من ايديهم، تسقط من ايديهم. لو سقط واحد حي السقطة دي لمات في الحال من شدة السقطة. فالشيخ بيقول لهم ايه، انت هي وقعت منكم ليه؟ وانتم مش قادرين تشيلوها؟ قال له تقيلة جدا يا شيخ، مش قادرين نشيلها يا شيخ، لدرجة ان احنا حركناها، لو كنا فضلنا ماسكينها جامد كده كنا احنا رحنا شمال ويمين في القبر ورؤوسنا اتخبطت ودنيا. قال له لا اله الا الله، وسكت على كده.
فجي ابنها قال للشيخ يا شيخ ارجوك عايز اشوف امي، ودي النظرة الاخيرة وودعها فيها. قال له يا اخي لا يجوز. قال له معلش لا يجوز، معلش لا يجوز، المهم الولد لازم اشوفها. كان اول واحد، ما كان الراجل اللي موجود جوه في عند القبر هو الشيخ ده. خرج الشيخ بره وبدا ابنها ايه يفتح وجهها ويبص عليها، وفجاه يصرخ صرخه يسمعها الجنينه في بطن امه، ثم بدا يتسحب من بين الناس لكي يخرج. فخرج وراه الشيخ، خرج وراه فقال له تعالى انت صرخت ليه؟ قال له بالله عليك يا شيخ سيبني. قال له لا، اصل انت صرخت والاخوة كلهم واقفين ولازم يعرفوا، فانا دلوقتي هعرف منك بدل هما ما يجوا هيعرفوا بالعافية، لان احنا لازم نعرف انت صرخت ليه الصرخة دي كلها. قال له يا شيخ اللي جوه دي مش امي. قال له ازاي مش امك؟ قال له لا مش امي. قال له ازاي مش امك؟ مش ده اسمها في الـ في الـ في الـ في وزارة الصحة اللي مطلعاها في الدفن؟ قال له اه. قال له هي ميتة عندكم ودي امك؟ قال له اه. قال له بس دي مش امي. قال له ازاي؟ تخيل الواحد يتبرى من امه، عارف يتبرى منها ليه؟ لانه بيكشف عن وشها لقى كله سواد. شفت الهباب؟ شفت سوء سواد فحمه بلاك، كل وجهها سواد. فقال له طب ليه؟ امك كانت بتعمل ايه؟ قال له بالله عليك مش هقول لك حاجه اكتر من كده، وسابه وجري. يريد السميع العليم عشان نعرف الست دي كانت بتعمل ايه، بعدها بثلاث شهور المغسل ده بيغسل ابن خالته فبيصلى عليه، فقابله جوه المسجد ابن الست اللي ماتت دي. فالمغسل بيسأله بيقول له ازيك عامل ايه فاكرني؟ قال له اه انا فاكرك. قال له مش انت ابن الست؟ شفت احنا تقابلنا ازاي؟ قال له اه تقابلنا والله. قال له تمام، مش عايز تقول لي بقى امك كانت بتعمل ايه؟ طبعا في الوقت ده الولد ربى لحيته، ما بيسيبش فرض، واعتمر وعمل مسجد لامه وعمل كل حاجه. قال له ليه بقى انت صرخت الصرخه جوه القبر؟ قال له يا شيخ انا قلت لك لقيت امي وشها اسود وانا ام بيضة، وشها سواد السواد. قال له ماشي صرخت الصرخ، امك كانت بتعمل ايه بقى؟ قال له امي ما كانتش بتصلي، امي ما كانتش بتصلي. ايه رأيك؟ القصة دي قصة أكبر مغسل موجود في السعودية. أمي ما كانتش بتصلي، رفض القبر إنه يستقبلها، ووشها بقى سواد السواد السواد. ودي قصة أكبر مغسل موجود في السعودية. ما تنساش الاشتراك في القناة عشان اشتراكك بيشجعني، واللايك بيخلي الفيديو ينتشر وتدل على الخير كفاعله. لو انت عطيت لايك وده عطى لايك الفيديو هينتشر، هيقوم واحد ما بيصليش يسمعه، يبقى انت كده دل على الخير. السلام عليكم.